اولا انا جو سوي شيم من كنجي نجدة من كنجي الاقاليم الشرقية في السباسي اللي انا عندي عندي وعندي صحابي مشكور على الضيافة. انا جديد على الندوات لكن انا تكلمت على يد فراجة صحفي عندي واحد تجربه متواضعه القراءه سامبلومون عندها فصلين. الفصل الاول كان بامكاننا نحن باش نقتلوا الماتش ديال الديبي بعد التقرير ديال رشيد اون بابي عجرينا ل 45 مينوت بواحد الحيطه وحضر وعرفنا بان وجده ما عندهمش خيار دائما كيلعبوا لي باس لون كيلعبوا الجو ديريكت. كنعرف انا عزيز كيخلص انني نتيم في هذا اللي حبسنا لي بارون ديال الدوزيامين خدينا لي بارون دوزيامين لعبنا بالمرتدات كنا كنا بنسجلوا دوزيامين. قلت لي عامل في البلاستيك بان راه وجده يبون با بس يلعب راه يبقاو يلعبوا يبقاو ينهروا ينهروا اسي دو جوي لي كونتر لي كونتر بواحد التقنيه ماشي بالعشوائيه. حنا في الماركينا البيت هذيك ديسبوزمنت بينا تنلعبوا لي باس لونت حنا بينا كنديروا اللعب ديالهم ولكن عندنا لا فورس ديالنا هنا هو اللعب القصير اللي كيلعب لمسه وجه لمسه شفتوا البيت كنظن وكيلا يكون احسن هدف في الدورة ديال البطولة الاحترافية. كان بامكاننا باش نقتلوا الماتش امام انتربريز ولكن الحمد لله ريزولتا بوزيتيف مشكورين مسؤولين لقاش داونا واحد 48 في المعسكر في السعودية نلعب ارتاحوا ما في الكفاية. كنظن بان قد تلعبنا المقابلة ديال السنفاريطة ديال باش وجدة داونا اسم فيكتوار في الدقيقة الأخرى متجاهدين في الملعب المركب الشرفي. كنظن بان حتى اليوم وجدة كانت ناقصة بالدوزيام جوار لاعب رقم 12 هو البيبليك لعبنا على هذه النقطة وكنتمنى من الله باش وجدة ترجع للديار ديالها وتفرح على بلاد فرنسا. هذه اكسيدون باركور كما طرات الناس على واتساب هاهي تكون دوميسي كتكون شوية صعيبة ولكن عرضت لك الصديق ديالي عزيز كركاش والرادي ومنافسه وجميع الاسقاط.